وأما الآن فإلى أخبار الرياضة. نعم، عودة مرة أخرى إلى آية. إليك شكرا لكم، والآن نتعرف على أخبار الرياضة محليا وعربيا. اختتم المنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية وديا غدا الثلاثاء. وبدأ الميران بكلمة المدير الفني إيهاب جلال مع اللاعبين، ثم تدريبات بدنية وتقسيمة وقت، واختتم الميران بالتسديد على المرمى. يلتقي الزمالك الآن مع الداخلية في دور ال 32 من بطولة كأس مصر، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. أعلن النادي الأهلي إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وأوضح الأهلي أن النادي وجه الشكر لموسيماني في ضوء احترام متبادل بين الطرفين، مضيفا أن مجلس الإدارة كان قد اتفق على التمسك باستمرار موسيماني في مهمته حرصا على استقرار الفريق ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق. لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وبعد مناقشة الموقف كاملا وبالإجماع تم احترام رغبة موسيماني وتوجيه الشكر إليه على كل ما قدمه للنادي. انتهت أخبار الرياضة، عودة إلى رغدة وأميمة. إليك. شكرا لك يا آية.